وفي شان يمني اخر شنت طائرات التحالف العربية غارات على مواقع للحوثيين في اماكن متفرقه بمديريه بيحان بمحافظه شبوه جنوبي شرق اليمن، كما شنت قوات التحالف غارات اخرى على مخزن اسلحه تابعه للحوثيين في جامعه تعز وسط انباء عن مقتل قياديين ميدانيين، وقد شهدت مديريه الردمه بمحافظه اب قصفا لطائرات التحالف أصفر عن تدمير عربات كاتيوشا للحوثيين.